السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة بدرية حفني، أستاذ مساعد من قسم الأحياء. هتكلم عن قواعد السلامة في المختبر. هنناقش بعض النقاط: رموز السلامة، كيف تحمي نفسك في المختبر، الأدوات الحادة في المختبر، قواعد السلامة عند استخدام الكهرباء والحرارة، وآخر شيء كيف تتصرف في حال حدوث أمر طارئ. رموز السلامة، لازم نعرف رموز السلامة. هتلاقوها موجودة في المختبر، هتنبهنا بوجود الخطر وفي نفس الوقت نشتغل بحذر. لازم نفكر قبل ما نعمل أي شيء في المختبر. اتبع التعليمات من الدكتور. إذا حصل أي حادث نبلغ الدكتور فورا. اتبع خطوات التجربة بالضبط ولا تعمل أي تجربة غير مصرح فيها. كيف تحمي نفسك؟ هنحمي أعيننا، أيدينا، ونلبس الملابس المخصصة للمعمل. احمي عينك، نلبس النظارات المخصصة للعمل ولما نشتغل على لهب كيميائي أو مواد كيميائية أو لهب. من الأفضل نلبس نظارات نظر بدل من العدسات اللاصقة. كيف نحمي أيدينا؟ لو انكبت عليك مادة كيميائية بلغ الدكتور واغسل يدك بالماء لمدة 15 دقيقة. بعد كل معمل اغسل يدك قبل الخروج. احمل الادوات الحاده والحاره بحذر، وابدا لا تمسك ولا تشم او تتذوق المواد الكيميائيه. ايش هو الزي المناسب في المختبر؟ لازم نربط شعرنا وما يكون نازل، نلبس اللاب كوت. بالنسبه للاحذيه لازم تكون مقفله وممنوع الاحذيه المفتوحه وزي ما هو مبين عندنا في الصورة. الأدوات الحادة، في حالة استخدام أدوات حادة ابعدها عن جسمك عشان ما تتضرر، واحمل الأدوات الحادة ويكون موجهة للأسفل. نتخلص من الزجاج أو الأدوات الحادة في السلة المخصصة لها. قواعد السلامة عند استخدام الحرارة أو الكهرباء. أول شيء حنتكلم عن استخدام الكهرباء. عدم إدخال أي أدوات داخل الأفياش. نفصل الكهرباء بعد استخدام الأجهزة. نبعد الأسلاك الكهربائية بعيد عن الماء. ثانياً عند استخدام الحرارة، في حالة استخدام اللهب لازم نكون ربطين شعرنا وما نوجه أنبوب الاختبار أثناء التسخين باتجاهك أو اتجاه غيرك. والأدوات الزجاجية الحارة ما نضعها مباشرة في ماء بارد. لا تفعل هذه الأمور. ممنوع أخذ أي مادة كيميائية خارج المعمل. الأكل والشرب داخل المعمل ممنوع منعًا باتًا. عدم استخدام أدوات المختبر للأكل أو الشرب، وعدم المزح داخل المعمل لأنه قد يسبب حوادث. إيش نعمل في الحالات الطارئة؟ يجب أن نتعرف على أماكن بعض الأدوات مثل طفاية الحريق، الإسعافات الأولية، مكان غسل العين، بطانية الحريق، كلها بتساعدنا في حالة حدوث أمر طارئ.